احكي له ما خصنيش مش ما خصموش. اليوم جينا على المزرعة نقطف اللي هو التفاح اللهواني. التفاح اللهواني بتميز بحلاوة طعمه وبزكاوته وبحالات حبته، يعني حبته وافية حلوة ومدور. في أنواع تفاح، في عنا اللي هي التفاح اللهواني، في منه عانة وفي منه ذكر. احنا بنزرع التفاح شجرة بين شجرة، بنحط ذكر وانتاج عشان الحب يتلقح ويكبر ويصير الحب انتاج كويس. هذا هو فصلة التفاح اللهواني. الإقبال على طبعا على العانة اللي هو التفاح اللي بنبيعه في الأسواق المحلية، والتفاح اللي هو الذكر بنعمله منه العنبر. بيبدأ زراعته في شهر 1 وبيبدأ حصاده اللي هو في شهر 6. الحمد لله الانتاج السنة كويس وتمام، والحب يعني كويس وسعره مناسب. يعني بنواجه يعني كتير مشاكل من الاحتلال، يعني بعد يعني بصير لما بصير تصعيد بصير مشاكل، بنقدرش نعدي على أراضينا نقطف المحاصيل، تمرنا بيخرب على أمه. طلع على الشجرة